اهلا بكم من جديد مشاهدينا. طبعا وصلنا لفقره زميلنا جميل باهر. صباح الخير. هذه عاده ما نهتم فيها بالفن والفنون. طب اكيد طبعا اظن نعم. كل صار عارف الفقره مفروض هيك الفن. نرحب ايضا بمشاهدينا. عشان هيك كنا عم نسمع شعر من عادل هلا شعر بدوي، يا ريت يرجع يدلنا هو هلا على الشاشه. شو كنت عم تقول من شوي؟ خلص راحت ماشي الحال. نقولها بفقره ثانيه. يعني على كل حال اسمحوا لي رحب بضيفنا اليوم اللي هو بشار العطيات من الاردن، ممثل سينمائي وعائد من امريكا، عاد الينا اول شيء بفيلم خلق جدل كبير في المنطقه اللي هو فيلم سيريانا اللي عرض صور ايضا في دبي، وكان في بعض الاشكاليات حول هذا الفيلم. سحب يعني ما استمر كثير، لكن كان هناك اشكاليات حول هذا الفيلم. طبعا بشار رح يخبرنا اكثر عن دوره، واللي دائما حقيقه هذا السؤال بيطرح نفسه انه ما يكون الممثل العربي في السينما الامريكانيه دائما ياخذ دور ضد العرب والعروبي. هل انت كنت كمان بهذا الفيلم بهذا الاطار؟ اول شيء شكرا لكم على استضافتي على البرنامج الحلو. شكرا لكم. لا صار الدور في الفيلم سيريانا بالذات قصه حقيقيه، وبالتالي صار الدور هو روايه للواقع. شو اللي صار سواء ضد العرب مع العرب، ضد الامريكان مع الامريكان، قصه وصارت. بدنا ممثلين يروي القصه كما حدثت يعني. فصار الكاستنج على هالاساس انه فيها الدور. ما في شيء يعني شخصي ضد العرب او ضد الامريكان، او هي القصه فقط روايه. يعني هي من خيال الكاتب او انه يعني مستوحات من بعض القصص اللي كانت موجوده في المنطقه العربيه؟ قصه حدثت مع عميل من عملاء المخابرات الامريكيه في الخليج. نعم. وكتب كتاب عنها سي نو ايفل، وبناء على الكتاب حدثت قصه الفيلم. بس دورك تحديدا لو تحكي لنا عنه اكثر، وبعدين نحكي عن الصورة النمطية عادة اللي بتكون للممثل العربي في هوليوود. دوري بالفيلم كان أنا كنت مستشار لأحد الشيوخ في الفيلم، شيخ من شيوخ الخليج والمرافق الخاص له. كان باسم ناصر. اللي هو كان باسم ناصر، الشيخ ناصر أو الأمير ناصر. كدور الآن في هوليوود دائما الكاستنج للعرب أو أدوار للشباب العرب بيختاروهم عشان طبعا الشكل الاكسنت العربي بيكون، فبيختاروا ادوار او اشخاص لهي الادوار طبعا من الباك جراوند او من الخلفيه العربيه، حتى لو كانت اللغه شوي بتحتاج بعض التعديل بيعدوا على اكسنت. فبشكل عام كان الدور اول شيء لواحد عربي 100% راح يكون واحد عربي، ولكن بنفس الوقت بدهم خبره في هوليوود، ناس اشتغلوا معهم من قبل. يعني المقصود بكلامك انه لازم خبره تمثيليه وفنيه، لازم تكون عندك مستوى فني. يعني حضرتك درست السينما؟ درست نعم. تمثيل؟ نعم انا درست التمثيل. تركت انا الاردن في 92 لهدفين. نعم. التمثيل وهندسه، درست هندسه تمثيل في نفس الوقت. حصلت على ماجستير في التمثيل والاخراج من اكاديميه كيم داوسون. حصلت على عدة أدوار في عدة أفلام، وبالتالي بديت يعني أبني السي في أو السيرة الذاتية في الخبرة. لما قابلنا لسيريانا طبعا بيطلعوا على كل الهيستوري، كل التاريخ اللي مع مين تعلمت، مع مين تدربت، أسماء المدربين. سبق تجارب قبل سيريانا. نعم سبق تجارب عديدة. نعم فبيهتموا كثير في الخبرة ومع مين، أسماء المدربين اللي تدربت معهم، الأدوار اللي لعبتها، نجاح الأفلام اللي لعبتها أو لعبت فيها الأدوار هاي. فكان بناء على الخبرة طبعا. طيب احكي لنا قصة انه انت بالاردن معروف شوي انه السينما ما زالت في طور الحركة او النشاط الاول السينما الاردني، يعني نعم. عم نسمع حاليا عن حركة فنية سينمائية. انت كشاب اردني شو اللي خطر ببالك وانت بعتك ابوك حتى تدرس هندسة بامريكا؟ شو اللي حيدك عن الطريق وخلاك تدرس، او بقيت على نفس الطريق بس شو اللي خلاك تدرس تمثيل؟ يعني شو اللي كان؟ كانت هواية من زمان وانا صغير، ولكن ما كان قبل 14 سنه ما كان في شيء اسمه ميول لصناعه الافلام في الاردن. نعم. الان بدات شوي، ولكن في الايام اللي كانت قبل 14 سنه في التسعينات ما كان في اي شيء اسمه تصوير افلام. في مسلسلات، ولكن انا هدفي التمثيل في الافلام، وبالذات الطريقه الامريكيه وطريقه معينه اللي حبيتها وحبيت ادرسها اللي هي الطريقه التطبيقيه او الميثود اكتنج، وما كانت موجودة، لا تزال غير موجودة في الوطن العربي للأسف. نعم. فقط تدرس في روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا.
طيب يعني بسام انه يمكن الممثلين العرب دائما يكونون في ادوار ثانويه في يعني في الافلام الامريكيه، ليست هناك شخصيات من الممكن ان تكون محوريه، حتى ناصر اعتقد هو من اصل عربي. نعم ناصر سوداني. نعم يعني حتى ناصر كان بالفيلم هناك محور في فيلم سريانا، لكن ما كان هذاك الزخم اللي موجود بالنسبه للممثلين العرب. نعم لا في ادوار، انا كنت الممثل الرئيسي في دوري في فيلم ذا ويدنج الزواج. كان في عده افلام فيها مثل طوني شلهوب شاب من اصل عربي من لبنان، في عده افلام ذا مونك مثلا كان هو في الممثل الرئيسي، فمش شرط. بس ما شفنا عرب في ادوار رئيسيه لانه ما كان في طلب على القصص العربيه او القصص تتعلق في العرب. الان بعد حوادث 2001 صار في طلب على العرب. طب بشار بتحس انه